إذا كنت تحب الطهي في الهواء الطلق فعليك بالتأكيد إحضار موقد الحطب. هذا يتميز بتصميم فريد يسمح لك بإضافة الحطب بسهولة أثناء الاستخدام. أضف حطبا كبيرا من الأمام وحطب صغير من الأعلى. استخدم بنك طاقة متنقل لتشغيل هذا المنفاخ، أو يمكنك استخدام مأخذ طاقة منزلي، لذلك يمكن استخدامه في الداخل والخارج. يجب إشعال مواقد الخشب العادية من الأسفل، ولكن يمكن إشعال موقد الحطب هذا مباشرة من الأعلى، وهو مريح للغاية وسريع. استخدم أي مواد اشتعال مثل المناشف الورقية وقطع الخشب الصغيرة لإشعالها من الأعلى. اضبط المنفاخ على أقصى سرعة رياح وسيصبح اللهب شديدا جدا في بضع ثوان. يمكن تعديل حجم النار من خلال سرعة الرياح للمنفاخ، لذلك فهو مثالي لطهي جميع أنواع المأكولات.